هي حالة من عدم اليقين الاقتصادي والاجتماعي يعيشها آلاف الأفغان الذين أصبحوا غير متأكدين من الوضع الذي ينتظرهم بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد. أعتقد أن مستقبل أفغانستان قد دمر بعد سيطرة حركة طالبان. لم يعد لأفغانستان مستقبل بعد الآن، والحل الوحيد هو الهجرة. صراع استمر لأكثر من 20 عاماً لم يبقي قطاعاً بمنأى عن تداعياته، وفي المقدمة القطاعان المصرفي والمالي. توجد حالياً مشاكل اقتصادية كبيرة، لقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية والناس لم يتلقوا أموالهم. الاقتصاد أصبح ضعيفاً للغاية، ويعتقد الناس أن أموالهم قد نهبت. ضعف البنية الاقتصادية والتي يعود قسم كبير منها إلى الفساد خلال العقدين الماضيين ترافق مع ارتفاع في الأسعار وغلاء معيشي طال المواد الاستهلاكية، ما صعب على المواطن الأفغاني التأقلم مع سبل الحياة. ومع سيطرة حركة طالبان على معظم أنحاء أفغانستان، يبقى المواطن رهين الحكومة الجديدة التي يطالب المجتمع الدولي بأن تنصف الشعب الأفغاني برغيفه وحريته.